مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الصحافه اليوم. النهارده اول حلقه في زمن ما بعد 6 اغسطس. حضرتك مستغرب التعبير طبعا، ايه بعد 6 اغسطس ده؟ واللي قاعد جنبك اكيد بيقول في سره، يعني هو كل شويه هنقضيها بقى ما بعد 25 يناير وما بعد 30 يونيو وما بعد 6 اغسطس؟ هنقضيها تواريخ ولا ايه؟ ايوه يا وحش، هنقضيها تواريخ. هو ده قدرنا، ده قدر البلد او البلاد اللي بتتبني من جديد، مش البلاد الراكده الميته او البلد الراكده الميته اللي كانت عامله فيها مستقره في سنوات حكم مبارك. ايوه احنا حضرتك هنقضيها تواريخ، عشان كل تاريخ من التواريخ اللي فاتت دي كان كل واحد فيهم فاصل وحاسم ما بين زمنين، ما بين حياتين، ما بين مجتمعين، ما بين ثقافتين، ودايما اللي بعده بيبقى غير اللي قبله. والحمد لله نشكر ربنا على هذا الامر، لان ده معناه ان في بلد بتتحرك، حتى لو الحركة ما بتجيش في وقت على مزاج ناس أو على مزاج ناس تانية، لكن بتتحرك أحسن من البحيرة الراكدة اللي ريحتها كانت فاحت قبل 25 يناير. اللي قبل 25 يناير كان ركود وظلم ومستقبل مقفول ومتأمم لصالح جماعات وشلل وأسماء بعينيها، ولصالح وهم كبير اسمه الدولة القوية. واللي بعد 25 يناير وطن مفتوح، مساحات واسعة، اللي بيجري فيه بيسبق، واللي بيلعب فيه كويس بيوصل، والأهم إننا عرفنا الحقيقة، حقيقة إن دولة مبارك كانت هشة وضعيفة ومحتاجة تتبني من أول وجديد، والحمد لله إن إحنا لحقناها. اللي قبل 30 يونيو كان إخوان ووطن بيتخطط له إن يبقى جزء من جماعة، وشعب بيتجهز له إن يبقى حتة من القطيع بتاع مكتب الإرشاد، مع وهم كبير قوي اسمه التنظيم القوي لجماعة الإخوان المسلمين والشعب المصري الضعيف المنساق الخاضع الخانع. اللي بعد 30 يونيو وطن فيه شعب بيقول انه قادر يغضب وان ثورته مش مؤقته وان مش بالساهل يتحول للعراق وسوريا، بس بالساهل يحول الجماعه من 80 سنه الى ذكرى. اللي قبل 6 اغسطس بقى رئيس ونظام جديد غرقانين في بحر التشكيك والقلق والتوتر، بيقدم خطوه وبيرجع خطوتين، كل ما يجي يحسم ملف الفساد ولا الدولة القديمة يرجع شوية لورا علشان يدور على أرض ثابتة يقف عليها، ما كانش لاقي. لكن بعد 6 أغسطس رئيس وعد ونفذ، فحصد كل الدعم اللي يخليه واقف على أرض مستقرة ثابتة وجدره فيها ممدود ويقدر يتحرك علشان بقى ينهي بقية الملفات. رئيس واقف على أرض إنجاز اسمه قناة السويس الجديدة، آن الأوان بقى انه هذه الارض الثابته يقف عليها، يخش يفور لنا كل الملفات المعطله، شباب المحبوسين، قوانين التظاهر، محاربه الفساد، القضاء على اخر ما تبقى من نظام مبارك كوجوه وسياسيات وسياسات. الان الرئيس السيسي مستقرا على كرسي حكمه، والان مطالب بان يحسم خط سير هذه الدوله نحو التاسيس الديمقراطي بدون اي تردد. خلاص هو واقف على ارض ثابته، خلاص مفيش تشكيك، ألف سنة حصل في سنة، مش زي اللي قال لنا في 100 يوم وعدت 100 يوم ورا 100 يوم ما حصلش أي حاجة في ملف اسمه الزبالة، مش قناة سويس. باختصار ما بقاش في حجج، باختصار هو الآن الرئيس يقف على أرض إنجاز قناة السويس الجديدة، أقوى من الكل، أقوى من أحزاب وأجهزة وسياسات وناس وخطط وكل حاجة، لأنه وعد وأنجز. واللي بيوعد وينجز في بلد زي مصر دي ما تعودتش على كده من المسؤولين، بيلاقي دايما الناس في ظهره. والاستفتاء بتاع قناه السويس او حفل افتتاح قناه السويس، اوعى تتخيل، هتقول لي ما هو الرئيس كان جايب ب 98% يعني عنده شعبيه، لا، شعبيه صندوق الانتخابات اللي بتتبني على برامج واحلام غير شعبيه او شرعيه الانجاز، غير شرعيه الوعد والتنفيذ، تبقى شرعيه اقوى، بايمان الناس بالشخص اقوى، فوقفتهم في ظهره بتبقى اقوى. اوعى تتخيل ان الكراكات والعمال اللي كانوا بيحفروا في قناه السويس كانوا بس بيحفروا مجرى مائي علشان نعمل مشروعات كبيره، ده جزء من الموضوع، جزء مهم واهم من الموضوع. دول كمان كانوا بيمهدوا الطريق لحضرتك وللرئيس علشان تتحرك دون قيود التربص بقى والتشكيك والاحباط اللي كانت بتلاحق الدوله طول الفتره اللي فاتت من الاخوان واللي معاهم. الرئيس في حفل افتتاح قناه السويس، ودي شهاده، كان اكثر واقعيه من كل الناس اللي في الصحافة، اللي بيتهلل في الصحافة، واللي بيطبلوا في الإعلام، واللي بيطبلوا من السياسيين. ما فضلش يتكلم كتير على الإنجاز ولا مصريين هم ولا كل هذا الكلام المعنوي، بالعكس بالعكس
ما قالش احنا عملنا اللي علينا ولا سوينا ولا الكلام ده كله، بالعكس كان اكتر فرد تعقلا في هذه الدولة الفرحة. ركز جدا في كلمته وكرر عبارة مهمة قوي بتقول ان اللي حصل في قناة السويس كان خطوة من ضمن 1000 خطوة جاية علشان التنمية، او لازم ناخدها علشان التنمية، او لازم نمشيها علشان البلد دي. يعني كان بيقول باختصار لكل الناس احنا تعبنا وانجزنا وفرحنا، نشتغل بقى، نشتغل بقى عشان انا مش هسكت، ويا رب يكون اللي قريته ما بين السطور في كلمة الرئيس دي صح، ورب يكون الرئيس كمان والحكومة كمان والدولة كمان عارفة ووعية كويس قوي ان اللي حصل في قناة السويس على قدر ما كان انجاز منح الرئيس ثقة الشعب، على قد ما هو هيرفع مطالب او سقف مطالب هذا الشعب. باختصار اللي حصل في قناة السويس هيخلي الناس اللي في الشارع لن تقبل ابدا 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 من الحكومة واجهزة الدولة اقل من نموذج قناة السويس في الوعد والتنفيذ والتخطيط والإدارة والإرادة. وهنا بقى بدأ التحدي الحقيقي للرئيس والحكومة، وإنا لمنتظرون. علشان كده بقول لكم إنه ما بعد أو الرئيس السيسي بعد 6 أغسطس يختلف تماما عن سيسي 5 أغسطس أو ما قبل 6 أغسطس، سواء على مستوى تحركاته أو على مستوى توقعات الناس منه. كل شيء بقى في حفل افتتاح كان رائع ومعبر. انا كمواطن كنت سعيد جدا انه وعندي حاله من الفخر ان انا حضرت اللحظه التاريخيه دي. كل شيء كان موجود معبر عن دوله شابه وفتيه في الوقت اللي الناس كانت تنتظر فيه ارتباك او فشل، لا ما حصلش كل الكلام ده. وزي ما الناس رددت اشاعات كتيره جدا عن فشل قناه السويس، رددوا اشاعات كتيره جدا عن انه الحفل يكون غير لائق، وان الحفل يكون في بذخ، وان الحفل هيتصرف عليه كتير، وان مش عارف ايه، ولكن كل توقعاتهم باءت بالفشل كما باءت توقعاتهم بالفشل عن قناة السويس الجديدة وهذا المشروع. أنا مش هتكلم كتير عن يوم الافتتاح لأن عارف إن حضراتكم اتهريتوا في الصحافة وفي الجرايد، والنهاردة لسه الجرايد مكملة في هذا الموضوع. أنا بس هتكلم عن مشهد واحد صغير نفضح بيه الفتيين، شوية الناس اللي قاعدين على تويتر وبياكلوا عيش من التشكيك ونشر الإحباط وشتمة الناس. النوع ده من البشر، النوع ده من البشر ياما جاب صور لرؤساء أوروبا وأمريكا في مشاهد إنسانية في مستشفيات او مع مرضى او في زيارات لاطفال او بسطاء، ويقول لك الله ايه الحلاوه دي، امتى يبقى عندنا رئيس كده؟ ولما السيسي عمل كده ما هنش عليهم يعترفوا ولا يقولوا برافو على اللقطه، اللقطه بتاعت الطفل عمر اللي كان واقف جنب الرئيس على يخت المحروس الملكي. زمان كان يقول لك شفت الرئيس الفرنسي عمل ايه؟ شفت الرئيس الامريكي عمل ايه؟ ونفسنا يبقى عندنا رئيس يعمل كده، ولما جالنا رئيس بيعمل كده غلبهم هواهم السياسي ومصالحهم، وصعب عليهم يطلعوا خسرانين قدام متابعينهم على تويتر، وقال لك اكيد الولد الصغير اللي طلع على السيسي مع المحروسه ده، مع السيسي على المحروسه ده مش مصاب بالسرطان، اكيد دي تمثيليه من فابريكا. وطلع بقى سياده الناشط التويتري المشهور اللي الحقيقه ما يشرفش البرنامج ده انه يذكر اسمه ابدا، اللي يقعد طول الوقت يتريق على الصحافه انها مش بتاكد من معلوماتها، طلع يفضح نفسه وكذبته، وقعد ينشر اخبار كتير ان عمر الطفل المريض بالسرطان ده مش مريض ولا حاجه، ودي لعبه وتمثيليه من الرئاسه، ولان الموضوع تافه الرئاسه ما ردتش ولا الحكومه ردت. بس زميلنا الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي رد عليه في مقال بيشرح قصه عمر مريض السرطان، وحكى قصته مع مستشفى 57 357، وان ازاي عمر كان نفسه يحضر حفل الافتتاح، وان ازاي والدته طلبت من ناس كتير جدا انها تحقق امنيه ابنها، واحنا عارفين الاطفال اللي مرضى بهذا النوع من المرض الخبيث شفاكم وعافاكم اياه واولادكم من هذا المرض، بيبقى عندهم يعني الحاله المعنويه بتاعتهم مهمه جدا في رحله العلاج. فلما سامي وصل صوتها للاعلام، ولما الصوت اللي وصل للاعلام صوت والده عمر وصل للمكتب الرئاسي، المكتب الرئاسي كان القرار بتاعه ان عمر هيبقى جنب الرئيس على المحروسه، مش بس هيحضر الحفل. في مشهد انا عارف ان في ناس بكت كتير جدا لما شافت الصوره دي، بس المشهد ده صدقوني لو كانت عمل مثلا في امريكا كان الاستاذ فلان الفلاني اللي على تويتر والاساتذه فلانه الفلانيه اللي قاعدين بيقولوا ان ده شو، كانوا يقعدوا يبكوا ويقول لك شفتوا الانسانيه، شفتوا التحضر. بس لان المرض متمكن من نفوس الناس دي، بدل ما نفوسهم تسقف للقطه الحلوه قررت ان هي تشوهها، قررت ان هي
تضرب طفل صغير يعني بأذى. فذنبنا احنا ايه ان مرضكم النفس ده يهب علينا؟ ذنبه ايه عمر انكم تضايقوه بعد ما فرح؟ مش ذنبه اي حاجه، هو ذنبه